أسعد الله مساءكن ومساءكم جميعا. دعني أدخل ببعض التفاصيل التي تكلم عنها معالي الدكتور نذير. اليوم كان عدد الحالات المسجلة 4981 حالة من أصل 25349 عينة استكملت نتائجها اليوم. يعني أنا أريد أن أقفز إلى حقيقة معينة اليوم. إذا نظرتم إلى هذا الرقم، نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم طبعا هي مقربة إلى 20، هي 19.6%. يعني اليوم تخطينا حاجز ال20، نزلنا عن حاجز ال20. وأعتقد أنه يمكن أن يكون لهذا دلالات في الأيام القادمة. طبعا مجموع الحالات التراكمي لديكم اليوم، أيضا فقدنا اليوم 66 من أحبائنا، لهم الرحمة ولأهلهم الصبر. فبالتالي نسبة الإشغال لهذه الأسرة، دخل إلى المستشفى، طبعا في دخولات وخروجات إلى المستشفى. الدخولات اليوم إلى المستشفى 250 وحالات الخروج 229. نحن في الأيام القليلة الماضية نشهد تقاربا بين هذين الرقمين. وعدد الحالات التي تتلقى العلاج اليوم تحت مستوى الـ2000 مواطن. إذا نظرنا إلى نسب الإشغال التي يتحدث عنها معالي الوزير، نجد أن نسبة الإشغال في الأسرة المتاحة لدينا والتي تبلغ 3938 سرير عزل عادي، تبلغ نسبة الإشغال 43%، بينما تصل نسبة الإشغال في أسرة العناية الحديثة إلى 453 من أصل 892 سريرا. طبعا اليوم راح يزيدوا هذولا 70 سرير كما تحدث معالي الوزيرين الكريمين عن ذلك بذلك. وأيضا الأجهزة التنفس الصناعي المستخدمة بالأنبوب الرغامي 249 جهاز بنسبة إشغال تصل إلى 30%. إذا هذه النسب يعني تتراوح حول نفسها في الأيام القليلة الماضية، لا يوجد زيادة كبيرة في هذه الأرقام. إذا نظرتم إلى هذا السلايد، إلى هذه الشريحة، تلاحظون تماما عدد الحالات اليومية التي تسجل. اليوم 4981، بالأمس 5000، لكن إذا نظرت إلى الاتجاه المعين نجد أن الاتجاه على الأقل في ثبات، إذا لم يكن هناك تناقصا، على الأقل في ثبات كما تحدث معالي الوزير. ولكن هذه الأيام نحن في علم الوبائيات ننظر إلى الأسابيع الوبائية. هذا الأسبوع الوبائي السادس نحن الآن في الأسبوع الوبائي 47. في الأسبوع 46 سجلنا 37700 حالة مقارنة ب 35307، وهذا ما قصده معالي الدكتور نذير. هناك بعض الارتفاع البسيط، لا يوجد تضاعفات في هذه الأرقام. نأمل أن تكون هذه بداية معينة لاتجاه معين في المنحنى الوبائي والذي تكلم عنه معالي الوزير. إذا نعود إلى هذه أيضا شريحة مهمة جدا. إذا لاحظتم في الأيام من بداية شهر 10، من 24/10، كانت نسبة الفحوص الإيجابية في تزايد 10 23%، 26%، 28%، ثم بدأنا بال يعني في 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 الانخفاض. الآن نحن 19.6% اليوم، 23.11%. هذه أيضا أحد المؤشرات التي يمكن النظر إليها، وكما نقول بتفاؤل حذر جدا جدا جدا، يجب أن نشهد الأيام القادمة. وقد يكون لهذا، وأعتقد ذلك، علاقة باستخدام الأكثر للكمامات في الأيام القليلة الماضية والذي لمسناه في شوارعنا ومدانا وقرانا ومخيماتنا. إذن لا أريد أن أطيل عليكم، أنتهي بهذا السلايد. نعم للكمامات، نعم للتباعد، نعم لغسيل اليدين، ولا للتجمعات. وحمى الله الأردن وحمى كوادرنا الصحية ومواطنينا الكرام، وشكرا لكم.